الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة مما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم لما ارتباط لن يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم لا يكون في شيء عنه إلا بما شاء واسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليك ربي والمؤمنون بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله قالوا سمعنا وأطعنا ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسألها ما كسبت عليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا صل على القوم الكافرين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل رأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأرض تضرب للناس لعلهم يتفكرون. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم. لا إله إلا هو الملك والسلام والمؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما سوى الله الخالق البارئ المصور الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. لا إله إلا الله لا شريك له وعلى كل شيء قدير. لا إله إلا الله لا شريك له الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء
صلي عليه وسلم أنت
Amen.
الفاتحة.